كولو سلو اللي هعمله النهارده بطريقه اقتصاديه جدا. انا عندي الكرنب، السلطه، كرنب السلطه اللي هو عارفين ده مكبوس الناشف الصغير ده، وجزرايا وزبادي، مش هعمله طبعا، هو الاصل بتاعه مايونيز بس انا هعمله بالزبادي، وخل وشويه سكر صغيرين وشويه ملح وفلفل، سكر صغيرين برضو يعني انا بس يلا هي الوصفه كده. بس يعني اللي بيحبها بقى هيعملها خلاص. فانا اجيب بس مبشره، طبق كده نبشر فيه، هنبشرها احسن ما نقطعها، يعني الاحسن بالنسبه لي. عايز اقطعيها رفيع بالسكينه قطعي، عايز تبشريها ابشريها، يعني انا بحب ابشرها اكتر عشان ما تبقاش فيها اي حاجه ناشفه. تمام، الجزريه بقى مبشوره، انا كده بشرته ونقيت طبعا ممكن تقطعي ده بالسكينه، مش عايزه اوصل طبعا لمرحله انتوا عارفيني مرحله التعويره دي ببعد على طول. فبشرت شويه كده وابشر عليها الجزره. دي بقى سلطه بتليق قوي طبعا مع الحاجات المشويه، بتبقى حلوه جدا. هنا بقى الزبادي، طبعا باخد الكميه اللي انا ايه هغطي بيها الحبه اللي انا عاملاهم دول، يعني انا عامله دول كده ايه مش كتير قوي، فممكن ما يحتاجش غير علبه زبادي واحده. ماشي، ممكن كفايه علبه زبادي، عليها شويه خل، معلقه خل كبيره، رشه سكر، انا عارفه بيكتر السكر شويه بس انا هي رشه، وملح وفلفل، يبقى معلقه خل كبيره، علبه زبادي، معلقه خل كبيره، رشه ملح وفلفل، ورشه سكر، عشان بس ابقى ايه والله ما قصرت، يعني ما بحبش السكر في الحاجات دي، بس يلا في ناس كتير بتحبها فبنحب نرضي جميع الاذواق. طبعا لو عايز تحطي عليها مايونيز، معلقه مايونيز كبيره حطي، عايز تحطي بدل الزبادي مايونيز، هو ده الاصل اصلا، يعني ان هي تبقى بالمايونيز، فانا بعملها كلها بالزبادي برده، خفيفه وجميله جدا ومش مهم مايونيز ولا حاجه. احطها عليها كده واقلبها وخلاص، خلصت على كده.